السؤال الأول، في كرنفال ريو دي جانيرو البرازيلي يرقص الناس الدبكة، الهوارة، السامبا، الرومبا. السامبا، السامبا رقصة البرازيلية. جواب صح، 100 ريال. السؤال الثاني، ذكرك لإنسان ما بما لا يجوز وبما هو مكروه يسمى: تميمة، نميمة، فهيمة، كريمة. جواب صح، صاروا 200 ريال. السؤال الثالث، السوشي هو طبق إيطالي، ياباني، مكسيكي، عربي. طبق ياباني. جواب صح، 300 ريال. السؤال الرابع، ما هي المادة التي تعطي الخضروات صبغتها الخضراء؟ الكلورايد، الكلور، الكلورين، الكلوروفيل. طبعا الكلوروفيل بيعطي اللون الاخضر. جواب صح، صاروا 500 ريال. السؤال الخامس، اكمل المقوله، انصر اخاك ظالما او مهزوما، مظلومه، منصوره، مقهوره. جواب صح، 1000 ريال. اعتبارا من هذا السؤال صار عندك وسيلة رابعة، إمكانية تبديل السؤال بسؤال آخر بمرة واحدة فقط لما تحب. السؤال السادس، كم مرة تكرر اسم ليلى في المذهب الأول من أغنية أصالة نصري يا مجنون؟ مرتان، 3 مرات، 5 مرات، 6 مرات. يلا يا جمهور حضروا حالكم، بس بدي اطلب منكم مثل دايما اللي بيعرفوا فقط بيجاوبوا. اسم ليلى تكرر مرتين بالمذهب الاول. جواب صح، صاروا 2000 ريال. السؤال السابع، أكمل المقطع التالي من أغنية لأم كلثوم هو صحيح: الهوى كذاب، على الباب غلاب، طلاب. صحيح الهوى غلاب. جواب صح، صاروا 4000 ريال. السؤال الثامن، من هو بطريرك الأقباط الأرثوذكس الحالي في مصر؟ بابا شنودة الأول، بابا شنودة الثاني، البابا شنودة الثالث، بابا شنودة الرابع. تحذف إجابتين، نحذف له إجابتين، نترك له إجابة صح وإجابة غلط. جواب صح، صار 8000 ريال. سؤال التاسع، صحابي
أعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهد في غزوة زيد بن حارثة، بلال بن رباح، أبو ذر الغفاري، زيد بن ثابت. غير سؤال، يلا يلا بنغير سؤال. الميكادو لقب يطلق على الامبراطور الروماني، النمساوي، الياباني، الاثيوبي. ميكادو، ميكادو يعني لفظة بتدل على حالها. يابان. بدي هنيك، الجواب صح. السؤال العاشر، أول دولة عربية نالت فيها المرأة حق الاقتراع هي؟ مصر، سوريا، لبنان، تونس. للأسف غلط. السؤال الأول، يقال عن فائق الذكاء من الناس أنه غبي، همجي، عدائي، عبقري. طبعا عبقري. جواب صح، 100 ريال. السؤال الثاني، السمع والبصر هما في الإنسان من الحواس، المشاعر، المحاسن، العواطف. جواب صح، صاروا 200 ريال. السؤال الثالث، لماذا عرفت الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2010؟ ثورة النعناع، ثورة الورد، ثورة الياسمين، ثورة الريحان. تحذف إجابتين، نحذف له إجابتين، نترك له إجابة صح وإجابة غلط. ثورة الياسمين كان اسمها صحيح. جواب صح، 300 ريال. السؤال الرابع، الصوت المتواصل بوتيرة واحدة هو رتيب، ربيب، لبيب، رقيب. صوت رتيب. جواب صح، صاروا 500 ريال. السؤال الخامس، من هو صخر بن حرب؟ أبو العتاهية، أبو أيوب، أبو سفيان، أبو الدرداء. جواب صح، 1000 ريال. اعتبارا من هذا السؤال صار عندك وسيلة رابعة، إمكانية تبديل السؤال بسؤال آخر مرة واحدة فقط لما نهت. السؤال السادس، ما اسم الجبل الذي يشرف على دمشق؟ جبل الإسكندرون، جبل قاسيون، جبل ميسرون، جبل القلمون. جواب صح، صاروا 2000 ريال.
السابع أسر حدون ملك أشوري فرعوني فارسي فاطمي. هذا بنى قصر نمرود قرب نينوى، يعني حكم من 680 إلى 669 قبل الميلاد، وأسر حدون ملك أشور. جواب صح، صاروا 4000 ريال. السؤال الثامن، الرئيس الأمريكي الذي لم يمت بطريقة الاغتيال من بين هؤلاء هو وودرو ويلسون، جيمس غارفيلد، أبراهام لينكولن، جون كينيدي. للأسف غلط. السؤال الأول، على ماذا يحصل لاعب كرة القدم عند الطرد؟ بطاقة دعوة، قبلة من الحكم، تصفيق الزملاء، كارت أحمر. كارت أحمر، اطلع برا. مش هيك؟ جواب صح، 100 ريال. السؤال الثاني، السمع والبصر هما في الإنسان من الحواس، المشاعر، المحاسن، العواطف. جواب صح، صاروا 200 ريال. السؤال الثالث، أول من عرف كرة القدم الحديثة، الفرنسيون، الألمان، الإنجليز، الإسبان. جواب صح، 300 ريال. السؤال الرابع، إحدى هذه الكلمات تتوج المنتصر، القلنار، النار، المزمار، الغار. يلا يا جمهور حضروا حالكم، بس بدي أطلب منكم مثل دايما اللي بيعرفوا فقط بيجاوبوا. الغار، الغار هو تتويج للمنتصر، تتويج للمجد. جواب صح، صاروا 500 ريال. السؤال الخامس، غصن الزيتون يرمز إلى الطموح، الجموح، الخصام، السلام. جواب صح، 1000 ريال. اعتبارا من هذا السؤال صار عندك وسيلة رابعة، إمكانية تبديل السؤال بسؤال آخر لمرة واحدة فقط لما تفهم. السؤال السادس، من أخرج فيلم أيام السادات؟ محمد خان، شريف عرفة، محمد عبد العزيز، حلمي رفعت. جواب صح، صاروا 2000 ريال. السؤال السابع، ماذا جرى لك؟ يقولونها في الشام، هلا بيك، شو بيك، عشان هيك، هيك هيك. نحذف إجابتين، نحذف له إجابتين، نترك له إجابة صح وإجابة غلط. جواب صح، صاروا 4000 ريال. السؤال الثامن، ما
من هو قائل رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة؟ نابليون بونابارت، لاو تسي، سقراط، جون جاك روسو. جواب صح، صاروا 8000 ريال. السؤال التاسع، من بنى مدينة الفسطاط؟ معاوية، عمرو بن العاص، عقبة بن نافع، خالد بن الوليد. هيدي الفسطاط أول مدينة أسسها العرب بمصر. بدي هنيك، الجواب صح. السؤال العاشر، في أي القارات يوجد أكبر عدد من الدول؟ أوروبا، إفريقيا، آسيا، أمريكا الشمالية. صار معك 32000 ريال. السؤال 11، في أي بلد موجود نهر يانغتسي كيانغ؟ الصين، فيتنام، تايلاند، كوريا الجنوبية. هذا النهر طوله 5552 كيلومتر، يصب في بحر الصين، هو بيعبر الصين. جواب صح، صاروا 64 ريال. السؤال 12، كارولاين ميكلسون كانت أول امرأة تصل إلى القطب الجنوبي، تصل إلى القطب الشمالي، تهبط على القمر، تتسلق قمة إيفرست. غير سؤال، يلا يلا بنغير سؤال. من هو صاحب هذا البيت؟ إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، كعب بن زهير، حسان بن ثابت، أبو قيس الأنصاري، ابن قيس الرقيات. جواب صح، صاروا 105000 ريال. السؤال 13، من هو صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن؟ الطبري، ابن كثير، القرطبي، ابن الأثير. جواب صح، صاروا 250000 ريال. السؤال 14، ما هو اسم حبيبة الشاعر تشيلي بابلو نيرودا التي أهداها 100 قصيدة؟ ميراندا، إيزابيل، ماتيلدا، روزان.
الو جورج ارداحي معك، برنامج من سيربح المليون. في معنى صديقك او قريبك بحاجه لمساعدتك، بقى بنترجاك ساعده. معكم 30 ثانيه من وقت ما يبدا بالكلام، فضلا. اني هذا السؤال جدا صعب وما مر علي قبل، واقترح لك مجرد اقتراح ما متاكد منه انه تختار الجواب رقم 3. جواب صح، صار 500,000 ريال. السؤال 15، أعلى شلالات في العالم هي نياجرا، الغواسو، كيفو، سالتو دي أنجيلو. ولك هي اعلى شلالات في العالم. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك.